معي من الموصل مقدم عبد الأمير المحمداوي مدير إعلام فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية. مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا نتحدث عن مخاطر لا زالت محفوفة بتقدم القوات العراقية، نتحدث عن تقدم حذر، هل ممكن أن نعرف تفاصيل تطورات لم يعلن عنها حتى الساعة؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى مستمعيكم الكرام. بعد تقدم قواتنا فرقة الرد السريع مع أبطال الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب باتجاه مركز المدينة وصولا إلى الجسر الرابع، باتت قواتنا قريبة جدا من مركز المدينة بعض الأمتار. الحذر هو من التنظيمات الإرهابية التابعة لداعش أنهم يحتمون بالمدنيين، احتماهم بالمدنيين هو يعرقل بعض التقدم، لكن الحمد لله أمننا طريق للمواطنين المدنيين بالخروج من هذه المدن اللي يستولى عليها داعش من أجل نقلهم إلى مكان أكثر أمانا من بعد أن تبدأ العمليات وصولا إلى آخر منطقة في محافظة الموصل. طيب، ما المخاوف فيما يتعلق بتكتيك داعش؟ كنا نتحدث من أمس عن تكتيك جديد بعد موضوع السيارات المفخخة، خاصة بعد كل هذه الخسائر المتواصلة لداعش هناك، أي تحضيرات في من قبل القوات العراقية لما بعد هذه الخسائر مع كل تقدم للقوات العراقية؟ تقصدين الخسائر في بصفوف داعش؟ ممن يمكن أن يقوم به داعش في الفترة المقبلة مع كل تقدم تحرزه القوات العراقية على الأرض؟ ولا يوجد لديه تكتيك قوي يعيق تقدمنا. تكتيكه الأخير فقط هو الاحتماء بالمدنيين، يحتمي به الدور السكنية اللي تتواجد بها العوائل، يحاول يعني يتملص من ضربات قواتنا باحتماء في وسط النساء والاطفال فقط. هذا هو وهو الذي كان من ابرز مخاوف القوات العراقيه ومن ابرز ما كان يعيق تقدمها بسبب عدم رغبتها بالاضرار بالمدنيين. نعم، لكن حاليا قياده العمليات المشتركه امن الطريق للخروج المواطنين بسلاسه وامان. نعم. طيب، أهم جبهات اليوم للقوات العراقية التي يعول عليها لتحسم معركة الموصل، معقل الرئيس لداعش هناك؟ وحاليا احنا في يعني قرب السنتر المدينة باتجاه بوسط مدينة، نعم الحكومة، نعم قرب الجسر الرابع باتجاه المباني الحكوميه المهمه مثل مبنى المحافظه ومديريه الشرطه ومجلس المحافظه. اي جبهه تتوقعون ان تكون الاصعب؟ هي لا توجد، يعني كل ما نتوقع هو كنا الصعوبه هي كانت جنوب الساحه الايمن، لكن الحمد لله بعد كسر هذا الخطوط الصد المهمه التابعه الى داعش لا يوجد امامنا اي خط صعب او اي خط صد لداعش يصعب علينا. الصعب هو كسرناه وتعديناه لمرحله الصعوبه. شكرا جزيلا لك من الموصل مقدم عبد الامير المحمداوي مدير اعلام فرقه الرد السريع في الجيش العراقي.